ثلاث أشخاص ملثمين بيخلصوا على عيلة علشان يعملوا أبشع جريمة قتل ممكن تسمع عنها. بتبدأ قصتنا في محافظة الشرقية، ودي محافظة مشهورة جدا في مصر للي ما يعرفهاش. حصلت جريمة بتهز الرأي العام، كانت جريمة مدبرة ومعقدة جدا لدرجة ان رجال الشرطة موتوا نفسهم علشان يحلوها. وقبل ما نبدأ في تفاصيل القضية، حابب افكركم انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة اول باول، وتحط لايك عشان ده بيساعد في انتشار الفيديو. وعلى بركة الله يلا نبدأ القصة. راجل اسمه انور كان عايش مع مراته اللي اسمها عفاف وبنتهم اللي عندها 3 سنين في بلد قريبة من المركز نفسه بتاع محافظة الشرقية. في الوقت ده انور كان شغال في مجال الشحن والتوزيع، ومراته عفاف كان عندها صالون حريمي بيبعد عن البيت حوالي ربع ساعة. الاتنين كانوا بيعملوا فلوس كويسة وما كانش فيه اي مشاكل مالية. وفي يوم 29 اغسطس في 2019 الساعة 11 ونص بالليل، بيدخل 3 رجالة ملثمين لبيت انور وعفاف وبيسرقوا كل الفلوس والذهب تحت تهديد السلاح. بس لما انور حب ان هو يواجههم ضربوه بالرصاص. الجيران سمعوا ضرب النار وجريوا على طول على بيت انور، ولما الجيران دخلوا اوضه النوم لقوا انور مضروب في بطنه، وبسبب الاصابه كان بيتالم وبيصرخ بصوت عالي وبيطلب من الجيران علشان يساعدوه. وكمان لقوا جثه عفاف مراته مرميه على السرير وغرقان، بس بنتهم اللي عندها 3 سنين كانت بخير، كانت بتعيط لما شافت اهلها بالمنظر ده. لما الجيران شافوا المنظر البشع كل اللي كانوا موجودين اتصابوا بالذعر والخوف، وواحد منهم اتصل بسرعه بالشرطه. في نفس الوقت جيران انور ودوه لاقرب مستشفى في البلد، وهناك بتبتدي رحله علاجه. بعد كده واحد من الجيران بيتصل باخو عفاف عشان يبلغه بالخبر المؤسف اللي حصل، لانها ما كانتش عايشه في نفس المدينه اللي عايش فيها اهلها. في نفس الوقت الشرطه بتوصل للبيت عشان يحققوا في جثه عفاف. الشرطه بدات تسال الناس اللي موجودين هو ايه اللي حصل بالظبط، وبعض الجيران قالوا ان هم كانوا لسه هيناموا ولكنهم سمعوا صوت ضرب نار. ولما جم على بيت انور لقوا الزوج والزوجه مضروبين بالرصاص، وبنتهم الصغيره عماله بتعيط على السرير. بعد ما الشرطه خدت اقوال الناس، فريق من الشرطه بيروح على المستشفى، وفي نفس الوقت جثه عفاف بتروح للمستشفى علشان يتم تشريحها. ولحسن الحظ انور نجا لان الرصاص ما اتلفش اي عضو داخلي في جسمه، علشان كده الشرطه استنت لحد ما يخف لانه كان الشاهد الوحيد في القضيه. في الوقت ده الشرطه فتشت البيت كويس، بس ما لقوش اي علامه على كسر في اي باب، وكل حاجه كانت في البيت تقريبا سليمه. حاجه وحيده بس الشرطه استغربتها، ان جهاز الدي في ار اللي عليه تسجيلات كاميرات المراقبه مختفي من بيت انور. وبعد كده بدات الشرطه ان هم يفحصوا كاميرات المراقبه اللي في بيوت الجيران. وفي الوقت ده خبر الحادثه انتشر في المدينه كلها، واللي سمع عن جريمه القتل دي اتصدم وترعب. الشرطه راحت علشان تزور انور في المستشفى، وانور حكى لهم على كل حاجه حصلت في الليله دي، وقال للشرطه انه كان لسه هينام لما دخل عليه 3 ملثمين البيت، ودخلوا اوضه النوم ومن غير ولا كلمه ضربوا مراته عفاف بالنار وهي نايمه، ولما حاول ان هو يقاومهم ضربوه هو كمان بالرصاص في بطنه. ولما لقوا ان انور اتصاب سرقوا شويه حاجات من البيت ومشيوا. وفي الوقت ده لاحظوا ان في كاميرات مراقبه في البيت واللي بتسجل على جهاز الدي في ار، علشان كده فصلوا الجهاز عن الكاميرات وخدوه معاهم. بس انور قال للشرطه انه يعرف واحد من المجرمين دول كويس، وده اللي خلى الشرطه يعتقد ان هم ممكن يوصلوا للقتل عفاف بسهوله. وقبل ما ندخل في تفاصيل القضية لازم نرجع بالزمن لورا. في سنة 2014 بيتعرف انور على عفاف وبيتجوزوا بعض، واللي كانوا بيحبوا بعض جدا. في الوقت ده كان في واحد قريب انور اسمه عصام، وكان مشهور في المنطقة باسم رينكو. رينكو ده قصته قصة، ورينكو ده كان معروف عنه انه بيرتكب جرائم كتير، وكان معروف عنه السرقة بالإكراه، لحد ما بيتقبض عليه وبيتحكم عليه بالسجن لمدة سنة. وبيخرج عصام الشهير برينكو من السجن سنة 2015. المجتمع بتاعه ما كانش مرحب بيه أبدا، عيلته نفسها ما كانوش موافقين ان يعيش معاهم، كل اللي حواليه في المنطقة كانوا عارفين انه مجرم ولسه طالع من السجن، علشان كده كمان ما كانش في حد موافق ان يأجر له شقة. كمان محدش كان مستعد يوظف رينكو في اي وظيفة، بالرغم انه قدم في اماكن كتيرة في الوقت ده. انور كان عارف بظروف رينكو فعزمه عنده في البيت، وقال له انت ممكن تعيش معايا هنا في البيت لحد ما تلاقي وظيفة كويسة ومكان تعيش فيه. بس عفاف مرات انور ما كانتش مبسوطة بالقرار ده، لانها كانت عارفة ماضي رينكو الاجرامي كويس، وطلبت من زوجها انور ان ما يخليهوش يقعد معاهم، لانها ما كانتش حاسة باي امان في بيتها. بس انور مهتمش بكلامها. بس عفاف مرة واحدة بتقول لرينكو انت لسه طالع من السجن وعندك عادات كتيرة وحشة، فياريت ما تبوظش الجو في بيتنا وتشوف مكان تاني تعيش فيه.
الكلام ده ضايق رينكو جدا وقرر ان هو يمشي من بيت انور، مع ان رينكو وانور فضلوا يتقابلوا من وقت للتاني، بس عفاف ما كانتش بتحب رينكو خالص، وانور كان بيحاول يحسن من صورة رينكو قريبه، لحد ما فعلا بيقدر يساعد رينكو وبيلاقي له شغل في محافظة من محافظات الصعيد. وعلشان تكونوا في الصورة، فالمسافة بين محافظة الشرقية اللي عايش فيها انور والمحافظة اللي في الصعيد اللي اشتغل فيها رينكو حوالي 9 ساعات ونص، علشان يعرفوا ان هم يتقابلوا مع بعض تاني ويتواصلوا. وعلشان كده لما رينكو راح الصعيد مقابلاته مع انور بقت قليلة جدا. بس في يوم من الايام رينكو بيروح لبيت انور، وانور بيتعصب عليه وبيقول له ما تجيش البيت هنا تاني لان وجودك بيسبب لي مشاكل مع مراتي عفاف. رينكو اتضايق من كلام انور جدا، وعلشان كده قرر ان يقتل عفاف وكمان يقتل انور. وفي يوم 29 اغسطس، اليوم اللي حصلت فيه الجريمه، بيدخل 3 رجاله ملثمين لبيت انور، ومع ان وشهم ما كانش باين الا ان انور اتعرف على واحد منهم وهو رينكو، واللي قدر يتعرف عليه من خلال طوله وشكل عينيه. وبعد ما الشرطه سمعت شهاده انور بالكامل، شكهم كله اتجه لناحيه رينكو وبداوا يبذلوا مجهود علشان يقبضوا عليه. في الوقت ده تقرير التشريح بتاع جثه عفاف وصل، وكشف ان هي كانت نايمه وقت وفاتها، وانها اتضربت بالنار في راسها من مسافة قريبة. على الناحية التانية بيلاقي رجال الشرطة تسجيلات لكاميرات مراقبة لثلاث اشخاص ملثمين في كاميرات مراقبة عند واحد من الجيران، بس كان صعب جدا ان حد يتعرف عليهم. ومع ذلك بدأت الشرطة ان هي تجمع معلومات عن رينكو، وجابت عنوانه ورقم تليفونه من خلال انور. في الوقت ده تم تسليم جثة عفاف لأهلها وتم تشييع الجنازة. رجال الشرطة بدأوا يفحصوا تسجيلات مكالمات رينكو وتاريخ حركته. في الوقت ده بيروح رجال الشرطة لبيت رينكو علشان يقابلوا أهله، واللي قالوا لهم ان هم طردوه من البيت من سنة 2015 وما يعرفوش عنه اي حاجة، واللي حاول ان يرجع لهم اكتر من مرة ولكنه اهله رفضوا ان هو يعيش معاهم. ومن سنة 2018 مفيش حد من عيلة رينكو او قرايبه شافه تاني، وده اللي خلى رجال الشرطة ما عندهمش اي وسيلة ان هم يوصلوا بيها لرينكو. على الناحية التانية التحقيقات الفنية اكدت ان تليفون رينكو مقفول من اكتوبر 2018، يعني قبل حدوث الجريمة بسنة كاملة. الشرطة كلمت بعض جيران انور علشان يعرفوا ايه اللي حصل ليلة الجريمة. بعض الجيران قالوا ان انور وعفاف لما اتجوزوا انور بس اللي كان بيروح يشتغل، وبعدها بدأت عفاف ان هي تزهق من قعدة البيت وبمساعدة جوزها فتحت صالون حريمي، واللي بعد كده بقى كل يوم الصبح قبل ما يروح الشغل بتاعه يوصلها الصالون. وبعد سنة واحدة من ولادة بنتهم بدأت تظهر المشاكل ما بينهم، وانور بطل ان هو يجيب عفاف كل يوم ويوديها من الصالون. الوضع ده كان غريب جدا بالنسبة للشرطة، وعلشان يقدروا يفهموا سبب المشاكل اللي كانت بين الزوجين بيجيبوا سجلات المكالمات بتاعت انور الكام شهر اللي فاتوا. وبما ان انور كان شغال في الشحن والتوزيع فكانت بتجيله مكالمات كتيرة جدا كل يوم، بس في تحقيقات الشرطة شكوا في رقمين معينين من كل المكالمات ديت، وان في الحقيقة كان في مكالمات منتظمة وطويلة على نفس الرقمين دول باستمرار. ولكن بعد يوم 29 اغسطس يوم حدوث الجريمة بيوقف انور الاتصال بيهم تماما، ودي كانت حاجة غريبة جدا بالنسبة للشرطة، يعني اشمعنى الرقمين دول بعد حدوث الجريمة ولا بيكلموك ولا بتكلمهم؟ ولما الشرطة سألت انور عن الرقمين دول قال لهم ان دول اصدقاء ليه، محسن واشرف، ودلوقتي بقت الشرطة عايزة تتكلم مع الاتنين دول، فجابوا عنوانهم عن طريق انور. وبعد 5 ايام من قتل عفاف يوم 4 سبتمبر سنة 2019 بيروح رجال الشرطة للاخين دول، واللي اكتشفوا ان هم كانوا اصدقاء انور في مرحلة الطفولة، وعلشان يكملوا معاهم التحيات بياخدوا الاخين لاسم الشرطة. وبعد تحيات مكثفة الشرطة بتكتشف حاجة غريبة جدا، ان يوم 28 و29 اغسطس محسن واشرف كانوا جايين المدينة بتاعت انور، ولكنهم بعد كده قفلوا تليفونهم وما سافروش. الاخين محسن واشرف كانوا اصدقاء طفولة لانور زي ما قلنا، وكانوا دايما على اتصال بيه، بس بالرغم من كده مفيش حد من الاتنين فكر ان يحضر جنازة عفاف مرات انور. ولما اتسألوا عن الموضوع ده شرح محسن واشرف لرجال الشرطة ان هم كانوا في شغل وما كانوش قادرين ان هم يسافروا علشان العزاء، علشان كده ما قدروش يحضروا جنازة عفاف. بس لما الشرطة رجعت اماكنهم اكتشفوا ان هم كانوا قاعدين في بيتهم في اليوم ده وما كانوش في سفر ولا حاجة، يعني كده بيكذبوا على الشرطة. الشرطة لاحظت ان في تناقضات في اقوالهم، واللي بدأت تسألهم اسئلة بصرامة اكتر، واللي في النهاية اعترف الاخين ان هم اتفقوا مع انور على زوجته عفاف. بعد الاعترافات دي بدأت الشرطة ان هي تتعامل مع انور بصرامة اكتر، وبعد الضغط عليه بينهار انور وبيحكي قصة مرعبة جدا. بيحكي انور وبيقول ان كان مخطط زوجته عفاف من اكتوبر سنة 2018، وانه كان عايز يعمل خطة يقتل بيها زوجته ويلبس التهمة لشخص تاني. واول ما بدأ يحط الخطة بدأ أنور يتفرج على جرائم وأفلام ومسلسلات على النت كتيرة جدا، ويقرأ في كتب عن الجرائم. وبعد كام شهر من البحث بتيجي فكرة في دماغ أنور، راح لثلاثة من أصدقاء طفولته
محسن واشرف، وراجل تالت اسمه يوسف، واللي طلب منهم ان هم يشاركوه في خطته، بالاضافه ان هو هيدفع لكل واحد فيهم 50,000 جنيه. اول خطوه من خطوات انور ان هو القريب رينكو. الفكره جت في دماغ انور بعد ما شاف ماضي رينكو الاجرامي، وكان عارف كمان ان علاقه رينكو بمراته عفاف ما كانتش كويسه، فخطط انور ان هو يقتل رينكو الاول، وبعد ما الوقت يمر شويه بيقتل زوجته عفاف ويحط اللوم كله على رينكو. وبعد كده لما الشرطه تعتبر رينكو هو المشتبه الرئيسي في قتل زوجته عفاف، هيبداوا يدوروا عليه ولكن مش هيلاقوه، لانه هيكون وهيكون انور خفى جثته تماما، وانه بالطريقه دي هيهرب هو واصدقائه من قتل عفاف. وانه في نوفمبر 2018 بيكلم انور قريبه رينكو وبيقول له ان لقيت لك شغل في واحده من محافظات الصعيد، وضامن انك هتتقبل في الشغل لان صاحب الشغل صاحبي. في شهر نوفمبر كان عيد ميلاد انور، واللي كان مخطط ان رينكو في حفله عيد الميلاد. في الحفله عزم انور رينكو واصدقائه الثلاثه اللي هم محسن واشرف ويوسف، ودول الثلاثه اللي كانوا بيتشاركوا معاه في نفس الخطه. وانور واصدقائه الثلاثه بيدوا رينكو كميه كبيره من الخمر علشان يشربها، لحد ما لقوا ان رينكو بقى في حاله سكر تام. محسن واشرف ويوسف بيحطوه في العربيه وبيمشوا بيه مسافه بعيده شويه عن المدينه، وفي نص الطريق محسن واشرف بيخنقوا رينكو لحد ما بيموت. بعد كده الثلاثه بيقلعوا رينكو هدومه كلها وبيتخلصوا من كل الورق المهم اللي كان مع رينكو، وعلشان برضه يخفوا هويه رينكو لو حد لقاه. واللي بعد كده الثلاثه بياخدوا جثه رينكو وبيحطوها في مكان مهجور، وبعد كده بيرجعوا للمدينه تاني، بيروحوا البيت انور علشان ياخدوا ال 50,000 جنيه اللي كانوا اتفقوا عليها، وبعدها كل واحد فيهم يروح لبيته. جثه رينكو فضلت في المكان المهجور ده لمده كام يوم، لحد ما كان في ناس معديه بالصدفه وبيشموا الريحه وبيتصلوا بمركز الشرطه. الشرطه في الوقت ده بذلت كل جهودها لمعرفه هويه الجثه، بس ما عرفوش يوصلوا لاي معلومه عن عيله رينكو. وبما ان الجثه كانت مرميه في مكان مهجور وفضلت فتره كبيره، بتاخد الشرطة للجثة شوية صور وبياخدوه يدفنوه بنفسهم. من الناحية التانية انور كان مستني اللحظة المناسبة علشان مراته، وان في الاول انور وشركائه اتفقوا على يوم 28 اكتوبر كتاريخ قتل زوجته عفاف، ولكن الخطة فشلت لظروف معينة. ولكن في اليوم اللي بعده يوم 29 اغسطس بيوصل محسن واشرف ويوسف لبيت انور. محسن كان معاه مسدس وضرب نار على عفاف في دماغها وهي نايمة في اوضة النوم. بعد ما عفاف ضربوا انور برصاصه واحده بس في مكان غير قاتل، وبالرغم ان وشوش الثلاثه اتصورت في كاميرات المراقبه في بيت انور وعفاف، الا ان انور شال جهاز الدي في ار اللي متسجل عليه الفيديوهات بتاعه كاميرات المراقبه واداها لواحد من الثلاثه وهو ماشي علشان يخفيها، وعلشان يهربوا ان هم يتصوروا من كاميرات المراقبه بتاعه الجيران. محسن واشرف ويوسف بيغطوا وشهم كويس قبل ما يسيبوا بيت انور. لحد هنا احنا عرفنا مين اللي قتل عفاف، بس السبب وراء عفاف هي اكتر حاجه صادمه ومستفزه ممكن تسمع عنها. لما انور قابل عفاف سنه 2018 لاول مره، كانت عفاف بتشتغل قدام المكتب اللي شغال فيه انور بالظبط. بيتعرف انور على عفاف وبتبدا ما بينهم علاقه عاطفيه، واللي بيفضلوا مع بعض فتره كبيره لحد ما يظبطوا امورهم الماديه ويتجوزوا. عفاف بدات ان هي تحس بالملل، واللي كلمت انور بعدها علشان يفتح لها الصالون حريمي بتاعها، وده اللي خلى انور يصرف كل الفلوس اللي معاه علشان يفتح الصالون. ولما عفاف احتاجت فلوس اضطرت ان هي تستلف فلوس من الناس. في الفتره دي اقترضت عفاف فلوس كتيره جدا من واحد كان شغال في التمويل، بس لما انور عرف ان هي بتاخد الفلوس الكتيره دي منعها ان هي تستلف فلوس تاني. ولكن في بداية 2018 بيكتشف انور ان مراته عفاف عليها ديون كتيرة جدا بقيمة 2 مليون جنيه، وده اللي خلى انور يخاف اكتر، لان لو شغل عفاف فشل في المستقبل هيبقى هو اللي مطلوب منه ان يدفع المبلغ ده. ومن هنا بدأت فكرة انور ان عفاف. الشرطة بدأت ان هي تتواصل مع عائلة رينكو، واللي بدأت تعرض عليهم جثة ابنهم، واللي اكدوا فعلا ان الجثة دي بتاعت رينكو. واللي بعدها اخو رينكو بيرفع قضية على انور وشركائه بيتهمهم بقتل اخوه، ده غير طبعا جريمة قتل عفاف. ونتيجة لكده الشرطة بتقبض بسرعة على انور ويوسف واشرف ومحسن، وفي يوم 19 فبراير سنة 2020 بيتحكم على الاربعة بالاعدام. يعني مش عارف اب بيخلص على زوجته وبيحرم بنته اللي لسه طفلة وعندها 3 سنين من امها. لحد هنا القصة بتنتهي، ولكن لينا معاد في قصص وحكايات تانية كتير في برنامج ودي كل الحكاية. دكتور بيخلص على زوجاته الاثنين بأبشع طريقة ممكن تسمع عنها. في سنة 2011 راجل بيقرر ان يفتح مكتب هندسة في شقة ايجار في مدينة اسمها جرش في الاردن. الراجل ده كتب عقد الايجار مع صاحب العمارة وابتدى يجهز في المكتب بتاعه، واللي كان في عمارة معظمها مكاتب وعيادات لدكاترة. الراجل ظبط كل حاجة في الشقة واشترى المكاتب والكراسي، وما كانش فاضل غير حاجة واحدة بس، انه يركب الريسيفر والدش فوق السطح.
فطلب صاحب المكتب من العامل اللي بيشتغل معاه انه يساعده، وانه يطلع فوق سطح العمارة ويركب الدش او يركب الطبق بتاع الرسيفر. بيطلع العامل وبيلاقي ان الباب بتاع السطح مقفول بسلسلة وقفل كبير، ودي كانت حاجة غريبة جدا اول مرة تحصل. صاحب العمارة كان دايما بيسيب باب السطح مفتوح، لان العمارة كلها مكاتب وشركات وعيادات، فكان دايما بيسيب الباب مفتوح عشان لو حد احتاج ان يعمل حاجة على السطح. فبينزل العامل تاني عشان يقول لصاحب المكتب علشان يتصل بصاحب العمارة، وصاحب العمارة كان مستغرب جدا ان ما قفلش الباب كده وانه ما حطش كل الحاجات دي، وقال له على العموم خلي العامل يكسر الباب ويدخل يعمل اللي هو عايزه. وفعلا بيكسر العامل الباب وبيتفاجئ بالمنظر اللي هتشوفوه دلوقتي. زبالة مرمية في كل مكان، وكأن السطح مهجور بقاله سنين ومحدش طلع عليه بقاله فترة كبيرة. العامل قال عادي ممكن يكون فعلا محدش طلع على السطح من فترة كبيرة، لحد ما بتعدي 10 دقايق. قصة النهاردة قضية عربية لواحدة من أبشع الجرائم اللي ممكن تسمع عنها. وقبل ما نبدأ في أحداث القضية، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وتحط لايكك الجميل. ودلوقتي يلا بينا نبدأ في أحداث القصة. العامل دلوقتي واقف على سطح العمارة وسط كمية الزبالة الكتير، وكان في ريحة غريبة جدا، ريحة قوية ونفاذة رغم انه هو على السطح واقف وسط مكان مفتوح. العامل اتوقع ان ممكن يكون في قطة او اي حيوان ميت، وفضل يتبع الريحة دي لحد ما وصل لخزان مية كبير قوي. اللي انتوا شايفينه ده اللي موجود على السطح، والعامل بيفتح الخزان علشان يشوف فيه ايه. ولكن العامل بيتفاجئ ان جوه الخزان فيه جثة بنت محطوطة في كيس ومرمية جوه الخزان، والجثة كانت حالتها صعبة جدا من كتر التحلل. بينزل العامل بسرعة لصاحب المكتب وهو بيصرخ بصوت عالي جدا، جريمة قتل فوق سطح العمارة وفي بنت مقتولة جوه خزان المية. وهو وصاحب العمارة على طول طبعا يتصلوا بالشرطة. بتوصل الشرطة والطب الشرعي وبيطلعوا جثة البنت من الخزان وبياخدوها علشان يفحصوها ويشوفوا دي مين، او اي دليل يقدر يوصلهم لهويتها او حتى هوية اللي عمل فيها كده. ولقوا ان البنت عمرها في اوائل العشرينات وميتها مش من فترة كبيرة، والبنت كانت بلبسها كامل واللي كان كله مبلول. ولكن الطب الشرعي بيكتشف ان ما كانش مبلول بمية عادية، ولكنه كان مبلول بسبب الاحماض والاسد والمواد الكيميائية اللي اتكبت عليها، وسبب الوفاة كانت الصدمة العصبية الحادة بسبب التعرض لمواد كيميائية ومواد حمضية حارقة. يعني البنت حد حطها في خزان المية وكب عليها كل المواد الكيميائية دي وفضلت تتعذب لحد ما ماتت. طب هو ليه حد يموت حد بالطريقة البشعة دي؟ هي البنت دي كانت عملت ايه عشان يحصل فيها كده؟ والاهم من كل ده، هو مين المجرم اللي عمل فيها كده؟ وعلشان نجاوب على كل الاسئلة ديت لازم نرجع بالزمن لسنين لورا. طالب ثانوي في الأردن اسمه طارق الشريف بيخلص دراسته بمجموع عالي، وقرر ان هو يسافر سوريا علشان يدرس طب الأسنان بجامعة دمشق. كان شاطر ومتفوق جدا في دراسته في الجامعة، وفي نفس الوقت برضه هو هناك بيتعرف على واحدة صاحبته اسمها رانيا الخطيب، بنت دكتورة زيه وكمان أردنية وجاية تدرس في نفس الجامعة. الاتنين بيحبوا بعض وبيفضلوا مع بعض طول فترة الدراسة، وبيرجعوا للأردن بلدهم وبيتجوزوا سنة 1998. وبعد جوازهم بفترة صغيرة بيستلم كل واحد فيهم الوظيفة بتاعته. الزوجة رانيا الخطيب بيجي لها تعيين من وزارة الصحة في مركز صحي في مدينة اسمها القادسية في حي اسمه جرش. اما طارق الزوج فبيجي له عقد عمل في السعودية. طارق بيقرر ان ياخد مراته معاه علشان يروحوا يعيشوا في السعودية ويكون نفسه، وبيشتغل هناك فترة صغيرة، ولكن بيقرر ان هو مش عايز يكمل في السعودية، واللي كان قعد يدوب 7 شهور بس، وبياخد مراته وبيرجعوا تاني للأردن. وقال طارق انا هرجع بلدي تاني علشان مش عايز ابعد عن اهلي، وهناك افتح عيادة اسنان وان شاء الله ربنا هيكرمني. وفعلا بيفتح طارق عيادة الاسنان، وحياته مع رانيا كانت سعيدة جدا، وبيخلف منها ولدين وبنت. وزي ما كان بيتمنى طارق بالظبط حصل، بدأت عيادته تتعرف واسمه يتعرف وسط المدينة كلها ويكسب فلوس كتير. لحد ما في يوم من الأيام بتدخل بنت عنده العيادة اسمها آيات، بنت لسه في أوائل العشرينات، جميلة جدا وبتدرس في كلية التمريض في جامعة الحسين في مدينة معن.
وجاية تشتغل دلوقتي في عيادة الدكتور طارق عشان هي في فترة الأجازة بتاعت الصيف، وتشتغل معاه في العيادة كممرضة علشان تساعد أهلها في مصاريف الجامعة والبيت، وخصوصا إن المعيشة كانت صعبة جدا على أهلها وهي حبت إن هي تساعدهم. بيوافق على طول الدكتور طارق إن هي تشتغل معاه ممرضة في العيادة، خصوصا ان في الوقت ده ما كانش معاه ممرض او ممرضة يساعدوه، واللي ما كانش عنده غير السكرتير بتاعه واللي كان اسمه يوسف. يوسف هو اللي كان بينظم له المواعيد بتاعته وكل حاجة، وما كانش فيه غيره خالص في المكتب. وبعد مرور ايام بتكتشف ايات ان الدكتور طارق مشغلها معاه في العيادة مش علشان تساعده، وان الدكتور طارق كان عنده اغراض تانية خالص. وفي يوم من الايام بيطلب الدكتور طارق من السكرتير يوسف ان يروح يشتري له حاجة، واول ما بيمشي يوسف بيبدأ الدكتور ان يتهجم على ايات في العيادة، وبيحاول ان يعمل معاها علاقة غير شرعية. حاولت ايات كتير ان هي تقاوم ولكن ما قدرتش، واللي بعدها بيتعدى الدكتور طارق على ايات بالضرب. البنت طبعا بتروح لاهلها وهي منهارة، وحكت لهم على طول على كل اللي حصل، وطبعا اهلها ما سكتوش وراحوا على طول علشان يعملوا محضر في الدكتور طارق في قسم الشرطة. وهناك بيكتشفوا ان ده مش اول محضر يتعمل في الراجل ده، وانه صاحب تاريخ طويل في المحاضر من نفس النوع ده، ومش محضر واحد او اتنين، ده اكتر من 15 محضر لبنات مختلفة بيقول ان اتعدى عليهم بالاعتداء الجنسي. وطبعا اهل اياد بعد ما سمعوا الكلام ده قرروا ان هم ما يسكتوش، وانهم لازم يجيبوا حق بنتهم. ولكن الدكتور طارق كان عنده معارف كتير، ومنهم محافظ مدينة جرش، واللي كان بيتدخل بنفسه علشان يحل المشاكل بتاعة الدكتور طارق. اهل اياد بيتكلموا مع المحافظ وبيطلبوا ان هم عايزين حق بنتهم، والمحافظ بيقول ان الحل الوحيد ان الدكتور طارق يكتب كتابه على اياد، ولكن ابو اياد رفض، واللي كان بيقول ان ممكن يتجوزها دلوقتي وبكرة على طول يكون مطلقها. ولكن احنا ممكن نوافق على الموضوع ده في حالة واحدة بس، وهو ان الدكتور طارق يكتب لبنته مؤخر بقيمة 50,000 دينار، وده طبعا كان مبلغ كبير خالص. يمكن ساعتها الاب عمل كده لانه كان شايف ان ممكن يحمي ويأمن بنته، وان ممكن يكون بيحميها من نظرة الناس والمجتمع ليها، واللي في اغلب الوقت بتلوم على الست حتى لو كانت هي المظلومة، او ممكن يكون شايف ان هو بالطريقة دي بيحاول يرجع حقها. ولكن دي كانت اكبر غلطة عملها. ابتدى طارق يعمل معاها مشاكل على اي حاجة، وما بقاش عايز يصرف عليها خالص، وبقى بيشك في كل تصرفاتها، وكل شوية يكلم اهلها ويأكد لهم ان هي اكيد بتخونه مع حد تاني، وانها اكيد على علاقة بشباب من اللي معاها في الكلية، وكل شوية يقول لهم كده ويأكد عليهم، ويقول لهم ان هي بتخوني لان انا عندي 50 سنة وهي لسه في العشرينات من عمرها، مع ان اصلا البنت كانت محترمة والكل كان بيشهد لها، ولكن هو كان بيعمل كده عشان البنت تسيبه وتطفش منه وتطلب منه الطلاق، وساعتها بعد الطلاق هتتنازل عن المؤخر الكبير اللي هم اتفقوا عليه، وانه مش هيضطر يدفع لها اي حاجة خالص. طارق ما كانش بيديها اي فلوس خالص، ولا حتى مصاريف علشان تاكل، او حتى مصاريف وهي رايحة للكلية، لانه عموما وفي الاساس كده كده ما كانش عايزها، وبيحاول بأي شكل ان هو يطفشها. استمر الجواز بينهم كذا سنة لحد ما بنوصل لسنة 2011. بيوصل اتصال لأبو آيات من طارق الساعة 4 العصر، وبيقول له في الاتصال ده: هو آيات وصلت عندكم البيت؟ فأبو آيات بيرد عليه وبيقول له: لسه ما وصلتش. بيستغرب ويقول له: ازاي وهي خرجت من المكتب عندي الساعة 1 الظهر؟ وبيكلمها الساعة 11 الظهر، وبيقول لها: تعالي العيادة علشان نفطر مع بعض، وانه كمان عايز يديها الفلوس اللي هي كانت عايزاها علشان لو تشتري حاجة، وانه كمان بعت يوسف السكرتير علشان يروح ويشتري غدا علشان نتغدى كلنا مع بعض. وبيجي يوسف بالغدا الساعة 12 الظهر وبيتغدوا هما الثلاثة مع بعض، وانه اداها الفلوس ونزلت الساعة 1 من عنده في العيادة، وقبل ما تنزل قالت ان هي رايحة لكم البيت. هي ازاي ما وصلتش لحد عندكم كل الوقت ده؟ انا كمان بنفسي عمال اتصل بيها كل شوية ولكن تليفونها مقفول، انا لازم دلوقتي حالا انزل ابلغ في قسم الشرطة على اختفائها. ابو اياد بيقول لطارق: طب يا ابني استنى، انت ليه مستعجل كده؟ ممكن تكون راحت لواحدة من صاحباتها والتليفون بتاعها فصل، او تكون راحت تعمل حاجة ورجع على طول. معداش اصلا على اختفائها اللي انت بتقول عليه ده اكتر من 3 او 4 ساعات، انت ليه مستعجل وقلقان قوي كده؟ ولكن طارق كان مصمم جدا ومش مقتنع باي حاجة بيقولها ابو اياد،
وبيقول له انا هروح دلوقتي حالا ابلغ في اسم الشرطة عن اختفائها. وبيروح طارق فعلا بسرعة لاسم الشرطة، والظابط بيسأله هي مختفية بقالها قد ايه. فبيرد طارق وبيقول ان هي مختفية من 3 أو 4 ساعات وان هو مش عارف يوصل لها. الشرطة قالت له ان ده ما يعتبرش اختفاء، وان هما ما يقدروش يعملوا محضر في الوقت الحالي، وان الاختفاء لازم يعدي على الشخص اللي اختفى اكتر من 48 ساعة. ولكن طارق كان لسه مصمم وعمال يقول للشرطة ان هو متأكد وان هي اختفت وان مفيش حد من اهلها ولا هو عارفين يوصلوا لها. مش هتوافق الشرطة على الكلام اللي قاله طارق، وما تجيش ايات فعلا ولا حس ولا خبر وبتعدي 48 ساعة. طارق واهل ايات كانوا بيدوروا عليها في كل مكان حرفيا، ولكن البنت كانت فص ملح وداب. وهنا طبعا بيقرر اهل ايات ان هم يروحوا اقرب اسم شرطة علشان يعملوا محضر. ولكن في نفس الوقت اهل ايات كانوا مستغربين جدا من تصرفات طارق. هو ايه الحب والحنان اللي ظهر مرة واحدة ده؟ ده كان من امتى يعني ده كله؟ هو انت مش كنت مش طايق البنت لا ليل ولا نهار، وطول الوقت عمال بتشتكي منها؟ دلوقتي البنت بتغيب 3 ساعات ومش قادر تستحمل، ورايح كمان علشان تعمل محضر باختفائها. بيروح الاب لاسم الشرطة ويعبر عن شكوكه، وبيقول لهم ان هو شاكك ان طارق هو السبب في اختفاء ايات، وبيحكي لهم على كل حاجة عن علاقة طارق وايات من البداية. الشرطة بعد ما سمعت كل كلام ابو ايات جابوا طارق اسم الشرطة علشان يستجوبوا، وقال لهم نفس الكلام اللي قاله لابو ايات، انها جات للعيادة اتغدينا مع بعض واديتها الفلوس وسابتني ومشي، وكان موجود معانا كمان يوسف السكرتير، هاتوه واستجوبوه هيشهد ويأكد نفس كلامي بالظبط. وفعلا الشرطة بتعمل كده وبيجيبوا يوسف السكرتير، واللي برضه بيأكد كلام الدكتور ان فعلا ايات جات العيادة واتغدينا احنا الثلاثة مع بعض ومشيت الساعة 1. قدام الشرطة بقي كل كلام الدكتور والسكرتير فعلا متطابق، وبدأوا يشكوا هي ممكن البنت تكون هربت ولا راحت فين. الله اعلم، لحد دلوقتي مفيش اي حاجة باينة خالص، والمدة 28 يوم فعلا كأن الارض انشقت وبلعت ايات، مفيش اي حد خالص عارف اي حاجة عن مكانها. وطبعا اهلها بقوا هيتجننوا. وبعد ال 28 يوم دول بيجي اليوم اللي قلتلكوا عليه في اول الفيديو، وان صاحب المكتب والعامل اللي شغال معاه هيبلغوا على وجود جثة في خزان مية فوق السطح. خزان المية اللي فوق على السطح اللي في نفس العمارة اللي فيها عيادة الدكتور طارق، واللي بيكتشفوا بعد كده ان الجثة الموجودة في خزان المية هي جثة ايات. طبعا بعد المعلومات دي الشرطة بتشك في طارق، فراحوا له العيادة اللي كانت في نفس العمارة ولكن ما كانش موجود، لقوا السكرتير بتاعه بس اللي كان موجود. فقررت الشرطة ان هي تتكلم مع السكرتير الاول، وانهم يطلعوا منه كل المعلومات الممكنة قبل ما يتكلموا مع الدكتور طارق. وبتسأل الشرطة السكرتير وبتقول له هي مين البنت دي، واللي بيقول لهم ان دي ايات مرات الدكتور. طب هو مين اللي قتلها؟ فبيقول لهم على طول الدكتور طارق. يوسف السكرتير بيقول ان اول ما جاب لهم غدا واتغدوا هما الثلاثة مع بعض، الدكتور طلب منه ان يمشي ويرجع تاني الساعة 4. وبيقول فعلا يوسف ان هو سمع الكلام ومشي، بس لما رجع تاني للعيادة الساعة 4 لقى ان الدكتور لسه موجود في العيادة، وان عمال يشيل حاجات كتيرة من العيادة ويطلعها فوق السطح. ويوسف بيقول له تحب اساعدك في اي حاجة؟ قال له لا شكرا مش عايز اي مساعدة. وفعلا نزل من المكتب ورجع وهو معاه سلسلة حديد وقفل كبير، وطلع بيهم لسطح العمارة. وبعدها بشوية نزل تاني للمكتب، ولما نزل من سطح العمارة بيقول ليوسف ان هو عايز يقول له حاجة، لو في اي حد سأل على ايات قل له ان هي كانت موجودة معانا في المكتب واتغدينا احنا الثلاثة وبعد كده سابتنا ومشيت. مشيت يا يوسف الساعة 1 الظهر، اوعى تغير الكلام اللي انا قلته لك ده. ماشي يا يوسف، شكرا يا يوسف وخد الفلوس دي، واوعى تنسى حاجة من اللي قلتها لك. وبعد بقى كلام السكرتير يوسف بتوصل الشرطة فورا لبيت دكتور طارق وبتقبض عليه، واللي اعترف على طول بكل حاجة، وانه طلعها على السطح وحطها في خزان المية ودلق عليها المواد الكيميائية والحمضية وقفل عليها لحد ما ماتت. ولكن الصدمة الكبيرة ان القضية ما خلصتش لحد هنا، بدأت اخبار دكتور الاسنان اللي قتل مراته واللي حطها في خزان المية بتاع العمارة تنتشر في كل مكان في البلد، لحد ما بيوصل الخبر لعيلة معينة، وبتيجي العيلة دي لاسم الشرطة، واللي كانوا بيقولوا ان احنا كمان شاكين ان الدكتور طارق هو اللي قتل بنتنا. الشرطة قالت لهم طب ازاي وانتوا مين؟ العيلة دي قالت ان بنتهم مختفية من 2006، يعني من اكتر من 5 سنين، وما نعرفش عنها اي حاجة لحد النهاردة. بس هو كان ايه علاقة الدكتور طارق ببنتهم؟ دكتور طارق كان جوز بنتنا اللي اسمها نادية. هنا طبعا الشرطة بتبتدي تاني بتشك في طارق،
وان فعلا البنت دي اختفت وايه السبب وراء اختفائها. ولكن الشرطة بدل ان هي تروح تسأل طارق راحت وسألت يوسف السكرتير، واللي كان عارف عن الدكتور طارق كل حاجة. والشرطة بتسأل يوسف: هو انت يا يوسف شغال مع الدكتور بقالك كام سنة؟ فيوسف بيرد عليهم ويقول لهم: من سنين كتيرة، من اول ما الدكتور فكر ان يفتح العيادة بتاعته. قالوا له: طب انت تعرف واحدة اسمها نادية مختفية بقالها 5 سنين واهلها لسه بيدوروا عليها لحد النهاردة؟ قال لهم: ايوه اعرفها، نادية دي كانت مرات الدكتور طارق، وهي مختفية كل الفترة دي علشان الدكتور طارق هو اللي قتلها. ودلوقتي بقى يوسف هيعترف بكل التفاصيل اللي خلت الراجل ده سفاح حرفيا. وبيحكي يوسف ان الدكتور طارق رن عليه في يوم من الايام وبيقوله تعالى للعيادة دلوقتي حالا. استغرب يوسف طريقة الدكتور وراح له يوسف العيادة بسرعة. واول ما دخل العيادة لقى جثة مرمية على الارض، وما كانتش اي جثة، دي مراته التانية اللي كان اسمها نادية. اتردد يوسف ان هو يساعده في البداية، ولكن بعد الحاح كبير بيوافق يوسف ان هو يشيل معاه الجثة وبيحطوها في العربية بتاعت الدكتور، وبياخدوها البيت بعيد في منطقة اسمها الجبيل. البيت ده ما كانش فيه حد، وكان جوه البيت فيه بير. بيقول يوسف ان هم خدوا الجثة ورموها جوه البير، وفعلا بتروح الشرطة لنفس البيت اللي اتكلم عليه يوسف وبيلاقوا ان جوه البيت فيه بير، ولقوا جواه جثة نادية المتحللة. ونفس حكاية اياد بالظبط، هي نفس حكاية نادية، كانت برضو جاية العيادة عند الدكتور طارق علشان تشتغل معاه، واعجب بيها وشغلها عنده. ولما اعتدى عليها راحت برضو قدمت فيه بلاغ في اسم الشرطة، وفي النهاية اتجوزها علشان المشاكل والفضايح، وعلشان ما يعملش شوشرة على نفسه، وكمان علشان ما يعملش شوشرة على العيادة بتاعته. ولكن جوازه بنادية ما استمرش اكتر من اسبوعين، واللي بيقرر بعدها على طول ان يتخلص منها. ولكن المصيبة هنا ان نفس البيت اللي رمى فيه جثة نادية كان بيت اهلها نفسه، واللي اهلها ما كانوش بيروحوه خالص، وكان عارف ان نادية بتشيل معاها مفتاح البيت ده على طول في شنطتها. وبعد ما بيرميها طارق في البير بيتخلص من شنطتها ومن كل حاجاتها، ومسك الموبايل بتاعها وبيبعت رسالة لأختها وبيقول في الرسالة: أنا نادية، أنا تعرفت على شاب من العراق وقررت أن أهرب معاه وأعيش برا البلد، بلغي بابا وماما بالكلام ده ومحدش فيكو يفكر أن يدور عليا. طبعا بقى أهلها كانوا شاكين جدا في الموضوع وما صدقوش خالص الرسالة دي، وكانوا حاسين أن الموضوع فيه إن، وأن الإن دي هي الدكتور طارق. وكانوا شاكين برضو في أول حد أن هو يكون الدكتور طارق، لأن أصلا الدكتور طارق كان لسه معتدي عليها بالضرب، أو على الأقل عارف أي حاجة عنها ولكن مش راضي يقول. وطبعا أهل نادية في الوقت ده راحوا علشان يبلغوا في اسم الشرطة عن اختفاء بنتهم، ووروهم طبعا الرسالة اللي اتبعتت على تليفون أختها. ولحد 5 سنين أهل نادية ما كانوش عارفين أي حاجة خالص عن حياة بنتهم، لحد ما سمعوا في الأخبار وفي كل مكان عن اللي عمله الدكتور طارق في مراته. وهنا بقى بتتجدد شكوكهم مرة تاني، والمرة دي بيروحوا اسم الشرطة علشان يتأكدوا ويقول إن طارق هو السبب في اختفاء بنتهم. بعد ما اتأكدوا 15 قضية اعتداء وجريمتين قتل، والراجل مش باين عليه اي حاجة وبيشتغل عادي جدا في عيادته كل يوم، وهو رامي واحدة في بير والتانية رميها في خزان فوق السطح، لا وكمان في نفس العمارة اللي هو شغال فيها. انا بقى بعد ما سمعت كل تفاصيل القضية دي كان عندي سؤال محيرني جدا، هي مراته الاولانية رانيا الخطيب اللي كانت بتدرس معاه في جامعة دمشق، رد فعلها ايه من كل اللي بيحصل ده؟ وهل هو اساسا لسه متجوزها ولا لا؟ وهل هي برضو عارفة ان هو اتجوز عليها مرتين ولا لا؟ وايه رد فعلها بعد ما عرفت عنه كل ده؟ وطبعا كالعادة فضلت ادور كتير لحد ما وصلت للاجابة، ولقيت ان مراته كانت عاملة مقابلة صحفية في جريدة، ولما سألوها ايه رد فعلها لها عن كل اللي عمله جوزها، وهل انت كنت عارفة ان هو متجوز عليك اساسا ولا لا، الست كانت كلامها غريب جدا وفضلت تدافع عنه حتى بعد كل اللي سمعته وبعد كل الاخبار اللي اتقالت عليه. رانيا الخطيب بتقول ان هي مش مصدقة اي حاجة من اللي بيتقال عليه، وانه راجل هادي وطيب وحنين جدا على اولاده، بقالنا اكتر من 13 سنة متجوزين وعمري ما شفت منه حاجة وحشة، ولو هو ليه في القتل طب ليه ما فكرش ان يقتلني وانا معاه كل الفترة دي. وقالت ان هو فعلا جه وفتحها في موضوع جوازه من التانية والتالتة من نادية وبعد كده من آيات، وان هي كانت زعلانة منه في الاول، ولكن هو عارف ان يقنعها ان هو مبسوط معاها وبيحب حياتهم سوا مع بعض، ولكن هو بيحب البنات النحيفة والصغيرة في السن. وقالت ان هو اتجوز نادية لمدة اسبوعين، اما بالنسبة لآيات ففضلت على ذمته فترة كبيرة، لدرجة ان هي وآيات بقوا اصحاب جدا، وان كمان طارق راح جاب آيات وسكنها في شقة في نفس العمارة اللي انا ساكنة فيها، انا كنت ساكنة في الدور الثالث وهي كانت ساكنة في الدور الثاني، وكانوا متعودين ان هم
يسهروا مع بعض وعلاقتهم كانت فوق الممتازة، وقالت في نهاية اللقاء الصحفي إن هي متمسكة جدا بجوزها وإنها هتفضل على ذمته ومش مصدقة أي حاجة خالص من اللي بتتقال، وإن الأيام هتثبت للناس كلها إن ظنونكم كلها كانت غلط. ولكن في النهاية وفي سنة 2012 بيتحكم على طارق الشريف بالإعدام شنقاً وبالمؤبد على يوسف السكرتير، علشان طبعا هو اللي ساعد الدكتور في كل حاجة. وبس كده، ودي كانت نهاية قصة النهاردة. بنسمع كتير جملة ياما في الحبس مظالم، وقصة النهاردة فيها قضية غريبة جدا استمرت لمدة 17 سنة. كلنا عارفين ان اسوأ حاجة في الدنيا لما الطفل يفقد ابوه وامه بسبب الموت، ولكن الاسوأ ان الطفل هو اللي يتهم بقتل ابوه وامه. احداث النهاردة بشعة جدا ومخيفة. احداث القصة بترجع لسنة 1988، يعني من سنين كتيرة، في مقاطعة اسمها سوفولك في ولاية ماساتشوستس الامريكية. وبطل قصتنا النهاردة هو الشاب المراهق مارتي تانكليف. بيصحى مارتي يوم 8 سبتمبر سنة 1988 وخرج من اوضته وبيلاقي الفيلا كلها منوره، ودي كانت حاجه غريبه جدا بالنسبه له لانهم كانوا بالنهار. ونزل علشان يشوف باباه ومامته، ودخل على باباه المكتب وسمعه وهو بيغرغر وقاعد على كرسي المكتب، ولقاه غرقان وفي اثار وتكسير في اماكن مختلفه في وشه. مارتي طبعا انصدم من المشهد وفضل يصرخ وما كانش عارف يعمل ايه، وجري بسرعه علشان يشوف مامته، ولكن لقاها في اوضتها مرميه على الارض 53 جسمها والاوضه كلها دم. مارتي فضل يجري ويصرخ زي المجنون واتصل بالطوارئ، وهعرض لكم دلوقتي جزء من المكالمه. الإسعاف جت بسرعة ونقلت بابا للمستشفى لأن كان لسه فيه الروح، ولكن مامته كانت للأسف اتوفت. وفي وقت قصير جدا كانت الشرطة وصلت للبيت، واللي كان مع الشرطة المحقق جيمس ماكريدي، وده بطل قصتنا التاني. في الوقت ده اتصل مارلي بأخته شارلي واللي كانت أكبر منه في السن، وشارلي ما كانتش أخته زي ما احنا فاهمين، لأن مارتي في الأساس كان طفل اتبناه الراجل ومراته لما كان لسه طفل صغير. باباه ومامته اللي اتبنوه كانوا ناس أغنياء جدا وكانوا بيحبوه وعندهم استعداد يعملوا أي حاجة يطلبها مارتي، يعني زي ما بنقول كان في بقه معلقة ذهب. والد مارتي كان اسمه سيمور وكان شغال في العقارات والبورصة وأي حاجة بتجيب فلوس، واللي كان بيحب مارتي جدا وبياخده معاه في كل شغلانة من وهو صغير. وأمه كان اسمها أرلين، ومارتي بالنسبة لها كان كل حاجة حرفيا. وأخته شارلي كانت في العشرينات من عمرها لما أبوها وأمها تبنوا مارتي، واللي كانت معترضة جدا إن باباها ومامتها يتبنوا طفل، وده اللي خلى علاقتها مش كويسة مع باباها ومامتها، خصوصا بعد ما جه مارتي وبقي متدلع جدا. بس هو كان ايه اللي حصل قبل ما يحصل ده كله؟ قبل الجريمة بيوم واحد رجع مارتي البيت ولقى باباه قاعد مع اصحابه وبيلعبوا لعبة بوكر، سلم على باباه واصحابه ودخل لمامته المطبخ واللي لقاها بتقطع بطيخ. مارتي اتعشى وبعدها على طول نام، وصحي تاني يوم على الجريمة البشعة دي. الشرطة خدت مارتي الاسم علشان يحققوا معاه وعلشان الشرطة تعرف منه كل حاجة بالتفصيل، وكان بيحقق معاه المحقق ماكريدي واللي قلتلكوا عليه لسه من شوية، وده كان معروف عنه في المدينة ان سمعته وحشة ودايما بياخد اعترافات من المجرمين بطريقة غير قانونية. ومارتي في الوقت ده كان في فترة المراهقة وكان متدلع جدا من اهله، فكان مصدوم جدا من موقف زي ده. والمحقق ماكريدي حبسه وفضل معاه في اوضه واحده وطلع روحه كذا ساعه اسئله واستجواب، وكان بيضغط عليه علشان يلبسه التهمه، يعني مش عارف ايه مصلحته ان يلبس شاب مراهق جريمه هو ما عملهاش. ومارتي اكتر من مره يطلب بوجود محامي، وده كان ابسط حقوقه علشان يعرف يدافع عن نفسه، ولكن محدش سال فيه. وفي مره ماكريدي وهو ماسك مارتي وعمال يضغط عليه في الاسئله جات له مكالمه وراح علشان يرد عليها، واللي بعدها على طول رجع لمارتي وقال له ليك عندي خبرين، واحد حلو والتاني وحش. الخبر الحلو ان والدك فاق من الغيبوبة اللي كان فيها، والخبر الوحش انه اتهمك ان انت اللي قتلته.
مارتي كان مصدوم من كلام المحقق ماكريدي وقال له ازاي بابا يقول حاجة زي كده. مارتي كان صغير جدا وضعيف قدام محقق بالشكل ده، وخصوصا ان والد مارتي ما كانش فاق من الغيبوبة ولا حاجة. ومن كتر الضغط على مارتي والتحقيق معاه في أوضة مقفولة لفترة طويلة، مارتي في النهاية انهار وقال لهم ايوه انا اللي قتلت واعترف بالجريمة، وده لمجرد ان عايز يخرج من الأوضة. يعني لك ان تتخيل ان وصلوه لمرحلة صعبة جدا. وكمان لما قالوا له ان بابا اتهمه بالقتل خليته متوتر جدا وخايف، وخليته يشك في نفسه ويقول يمكن انا فعلا اللي قتلتهم بس ناسي. اعترف مارتي كتابيا على اقواله انه كان متدلع جدا من بابا ومامته، ولكنه كان عايز حاجات تاني اكتر علشان كده قتلهم، وانه استخدم السكينة اللي كانت مامته بتستخدمها في تقطيع البطيخ في الجريمة. وخليكوا فاكرين سكينة البطيخ دي كويس عشان مستمر معانا لنهاية القصة. ولكن الصادم في الموضوع ان مارتي ما كانش هو اللي كتب الكلام ده ولا حتى وقع عليه، ولكنه كان المحقق ماكريدي. والغريب كمان ان اول مرة المكان بتاع التحقيق ما يكونش فيه كاميرات، يعني معروف في امريكا ان اي تحقيق بيكون متسجل صوت وصورة، وكانت اول مرة في تاريخ امريكا يحصل كده، سواء استجواب لمتهم او حتى شاهد، وان ما يكونش فيه كاميرا او حتى تسجيل، وان الحكاية كلها تبان ان هي مطبوخة لصالح حد تاني. طب يا ترى لصالح مين؟ جيري ستويرمان، وده شخص مهم جدا في حكايتنا النهاردة، وهو الشخص الوحيد اللي اتهمه مارتي بقتل بابا ومامته. طب هو مين جيري ستويرمان؟ جيري كان شريك والده في الشغل، واللي كان واخد من بابا فلوس كتيرة جدا عشان مشروعات معينة. جيري كان مشهور لأغلب سكان المدينة انه ملك الحلويات، واللي كان عنده محلات حلويات كتيرة جدا، واللي اتأخر في دفع الفلوس اللي كانت عليه لوالد مارتي، واللي كانوا بيتخانقوا مع بعض في الفترة الأخيرة كتير بسبب انه مش راضي يرجع الفلوس، بالرغم ان جيري كان موجود ليلة الجريمة مع كل أصدقاء والد مارتي وكانوا بيلعبوا بوكر. وكمان جيري نفسه كان آخر واحد خرج من البيت، وده كان بشهادة كل الناس اللي كانت موجودة في الليلة دي، واللي كلهم اعترفوا ان هم مشيوا ولكن جيري هو الوحيد اللي كان لسه في البيت. واحد كان عنده عداء مع المجني عليه، وفي نفس الوقت كان اخر واحد موجود في البيت، وكمان الشرطة ما تطلبوش حتى يقول اقواله، يعني كل الاصدقاء اللي كانوا موجودين في الليلة دي راحوا الا هو. ومن كتر ما الراجل ده كان مشهور بعد ما حصلت الجريمة اختفى خالص وما بقاش ليه اي وجود، حلق دقنه وغير لون شعره وسافر على مدينة تاني باسم مستعار. المهم ان مرت الشرطة اتهمته بالقتل، وده طبعا كان تحت الضغط، بالرغم ان مفيش اي ادلة ضده، يعني الحمض النووي بتاعه ما كانش موجود في مسرح الجريمة ولا حتى بصماته، ومفيش اي حاجة تربطه انه يعمل كده، بس لمجرد ان كان الوحيد اللي عايش في البيت وموجود وقت الجريمة. ومن سوء حظ مارتي ان بقى عنده 17 سنة قبل حدوث الجريمة باسبوع واحد، وده معناه ان هيتحاكم كأنه شخص ناضج، بالرغم انه كان لسه بيدرس في المدرسة الثانوي. جيري بيركب طيارة مخصوص وبيرجع للمدينة، ولكن برضه محدش بيحقق معاه. طبعا وضع زي ده يخليك تشوف الفساد، وان جريمة زي دي متعتم عليها لصالح ناس تانية. بعد شهر من الغيبوبة اللي كان فيها والد مارتي للأسف اتوفى، وبكده مارتي بقى متهم بجريمتين قتل بدل جريمة قتل واحدة. بعدها بيخرج مارتي من السجن بكفالة لحد ما يجي ميعاد الحكم عليه في المحكمة. على فكرة القوانين في أمريكا بتختلف عن القوانين الموجودة في الدول العربية، يعني عادي يفرجوا عن واحد قاتل لحد ما يجي ميعاد الحكم عليه. المهم ان حصلت مشكلة كبيرة بين مارتي وبين اخته شارلي، والسبب ان لما فتحوا وصية والدهم لقوا ان الفلوس كلها مكتوبة باسم مارتي وما ادوش حاجة خالص لشارلي. وقبل الجريمة بكام يوم كان راح مارتي وابوه لبيت اخته شارلي، وفي الوقت ده الاب كان متضايق جدا من مارتي وعمال يشتكي منه ان متدلع وعمال يعمل حاجات كتيرة بتزعله، وقال لهم انا هغير وصيتي وهزود حصة البنت من الميراث، وانه هيقلل حصة مارتي لان مارتي بقى متدلع زيادة عن اللزوم وما بقاش يتحمل المسؤولية، وان الاب كان متعصب منه جدا. وكمان شارلي كان عندها حق ان هي تشك في اخوها، يعني بابا يجي ويزود حصتي في الميراث وبعدها بكام يوم بابا يتقتل؟ مش يمكن يكون مارتي هو اللي عمل كده علشان ما يغيرش حاجة في الوصية؟ كان عندها حق ان هي تشك في اخوها، وخصوصا ان احنا قلنا في اول الفيديو ان هي ما كانتش بتحبه. في الوقت ده طلبت شارلي من اخوها ان يديها الاملاك اللي ابوهم اتفق عليها لانه ما لحقش يغير اي حاجة في الوصية واللي كانت قبل الجريمة على طول، ولكن مارتي رفض واللي اتخانقوا مع بعض خناقة كبيرة. وفي يوم 23 ابريل سنة 1989 بتوصل القضية للمحكمة، وفي المحكمة انكر مارتي كل الاعترافات اللي قالها تحت التهديد، وقال ما حصلش وان هم اللي اجبروني على الاعترافات دي. للأسف أخته شارلي قالت في المحكمة إن باباها راح لها قبل الجريمة بيوم واحد علشان يغير الوصية، ودي دليل قوي على مارتي إن هو اللي يعمل كده، ولكن مارتي كذب أخته قدام المحكمة وقال ما حصلش، أصل لو قال حصل يبقى هو اللي قتلهم فعلا. في الوقت ده شارلي اتجننت وقالت له أنت إزاي تنكر حاجة زي كده؟ المهم إن شارلي حبت تورط أخوها علشان يدخل السجن، وإن لو اتثبتت عليه التهمة مش هيقدر ياخد أي حاجة من الورث، وأخته هي اللي هتاخد كل حاجة. وفي يوم 28 يونيو سنة 1990
كان الحكم النهائي على مرتي، واتحكم على مرتي بالسجن 20 سنة. وفي السنين دي كلها كتب مارتي آلاف الرسائل للقضاء والمسؤولين علشان يعني يقفوا جنبه ويساعدوه يثبت براءته، ولكن مفيش أي حاجة كانت بتحصل. ورغم فشل كل المحاولات دي إلا إنه كان مستمر في كتابة الرسائل، وده كان بيدل إن بريء وإن مفيش حد يعمل جريمتين كده ويكتب كل الرسائل دي. وكان بيقول لكل الناس اللي حواليه وكل قرايبه اللي بيزوروه إنه بريء وإن عايز رسائله دي توصل لأي حد مسؤول يمكن حد يقدر يساعده. وفي سنة 2001 بتحصل المعجزة لما المحامي اللي اسمه جاي سالبيتر بيقبل قضية مارتي، واللي كان محقق سابق في الشرطة وكان معروف عنه ان بيقبل القضايا اللي محدش بيقبلها واللي بتكون قضايا خسرانة. لما بيتر شاف ورق القضية اكتشف دليل خطير جدا يبرأ مارتي، وده كان دليل اخفته الشرطة عن محامي مارتي اللي كان معاه وقت الحكم، وان السلاح المستخدم في الجريمة ما كانش سكينة البطيخ اللي موجودة في المطبخ واللي مارتي اعترف تحت التهديد ان هو استخدمها في الجريمة، وان السلاح اللي مستخدم في الجريمة ما كانش موجود في البيت كله اصلا. والمحامي بيتر لما كان بيراجع معلومات القضية اكتشف كمان شهادة مهمة جدا كانت في سنة 1992، يعني بعد ما دخل مارتي السجن بسنتين، ودي كانت شهادة واحدة ست اسمها كارلينا كوفاكس. شهادة كارلينا كانت صادمة جدا وغير متوقعة وكانت شقلبة القضية خالص. كارلينا حكت للشرطة انها سنة 1990 كان ليها صديق لسه متعرف عليه جديد، وعرض عليها ان يتعشوا مع بعض في حفلة في بيت اخته، وفعلا راحت وهناك شافت صديق صديقها واللي كان اسمه جوزيف كريدن. ولما كانوا بيتكلموا مع بعض جوزيف كريدن اعترف ان هو اللي قتل عيلة تانكليف اللي هو يعني ابو وام مارتي تانكليف. الشرطة عرفت المعلومة دي من خلال كارلين ولكن ما عملوش اي حاجة خالص، ومحدش اهتم بالموضوع لدرجة انك تحس ان كان في حد متفق مع الشرطة ان مارتي هو اللي يلبس القضية دي ويتحبس. ولكن المحامي بيتر فضل يحقق في كلام كارلين وفضل ورا كريدلن ده لحد ما وصل لواحد صاحبه واللي كان اسمه جيلين هاريس، واللي اعترف ان هو اللي كان سايق العربية لكريدن واللي وصله لحد البيت علشان يروح يرتكب الجريمة، واللي واضح ان هاريس كان ضميره تعب وحب يقول الحقيقة بعد السنين دي كلها وانه كان حاسس بالذنب. وهاريس اثبت فعلا انهم كانوا موجودين في موقع الجريمة وان الاداة المستخدمة في الجريمة كانت عصاية حديد، وانهم بعد تنفيذ الجريمة رموا العصاية الحديد في بيت مهجور جنب المنزل اللي عملوا فيه الجريمة. وفعلا راح المحامي بيتر المنزل المهجور ولقى العصاية بعد 17 سنة. المحامي بعدها على طول اتصل بالشرطة وقال لهم ان في دليل لازم يجوا يشوفوه ويرفعوا من عليه البصمات، ولكن مفيش حد عبره ولا سأل فيه، يعني فساد بكل معنى الكلمة. وفي اكتوبر سنة 2005 بيقف مارتي قدام المحكمة بعد ما المحامي بيتر بيطلب استئناف وإعادة المحاكمة من جديد، لأن طبعا ظهرت أدلة جديدة وفي شهود جدد واللي هم كارين وهاريس. ولكن المحكمة رفضت القضية وكمان هددت الشهود، يعني مش الشرطة بس اللي متورطة في القضية، لا وكمان المحكمة. تقريبا مفيش قضية في العالم كله حصل فيها زي القضية بتاعت مارتي لما تكون شرطة ومحكمة. والوقاحة كمان ان في محقق من المدينة راح لهاريس البيت علشان يهدده وقال له لو اتكلمت في القضية دي تاني هتتحبس زي ما حبسنا مارتي. يعني مارتي دخل السجن وهو عنده 17 سنة وقعد جوه السجن 17 سنة تانية، يعني عاش عمره التاني في السجن وهو مظلوم. وفي 2006 بيرفع بيتر قضية في محكمة المدينة ولكن برضه بتترفض، وكان واضح على الشرطة والقضاء ان هم مش عايزين يتفضحوا بعد السنين دي كلها، وان اثبات مارتي لبراءته بعد السنين دي كلها بيثبت ان الشرطة والقضاء فاسدين واللي فعلا كان معروف عنهم بالفساد في المدينة دي، بس ما كانش فيه اي ادلة ضدهم قبل كده. وعلشان بيتر محامي مارتي كان راجل ذكي جدا قدر ان هو يتواصل مع محكمة في نيويورك، وهناك كان في نزاهة في القضاء ومارتي بياخد براءة من اول جلسة بعد 17 سنة في السجن. وبعد ما مارتي بيخرج من السجن بثلاث سنين، يعني بعد حدوث الجريمة بعشرين سنة، ولحد النهاردة بيحاول مارتي يعرف تفاصيل اكتر حوالين الجريمة ومين المستفاد، وان اداة الجريمة المستخدمة في القتل من الاول ما كانتش موجودة في المنزل، ودي كانت واحدة من الحاجات المهمة اللي اخفتها الشرطة في قضية مارتي. مارتي طلب تعويض كبير بسبب عمره اللي قضاه في السجن، وقدر ان ياخد 3,300,000 دولار تعويض. والكويس ان مارتي بعد خروجه من السجن قدر ان يعدي المرحلة دي وقدر ان يرجع لحياته الطبيعية واللي كانت قبل الجريمة، وطلع في لقاءات كتيرة بيحكي تجربته وحياته في السجن كانت عاملة ازاي. ولحد النهاردة كل الاتهامات حوالين جيري اللي حكيت لكم عنه في اول الفيديو،
واللي كان ملقب بملك الحلويات، واللي اختفى بعد الجريمة على طول ومحدش يعرف راح فين او حصل له ايه. عارفين كريدن اللي اعترف ان هو اللي خلص على ابو وام مارتي؟ هو نفسه كان واحد من رجال جيري، واللي كان متورط معاه في قضايا مخدرات، واللي كان بيوزع له المخدرات هو كريدن. يعني اكيد مش معقول تكون صدفة، وخصوصا ان جيري هو اخر واحد خرج من البيت ليلة تنفيذ الجريمة، وفي نفس الوقت هرب وخرج من المدينة وغير شكله، واللي واضح ان الجريمة دي كان متجهز لها من الاول، وحبوا يشيلوا مارتي المراهق اللي عنده 17 سنة الجريمة لوحده. لحد هنا قصتنا بتنتهي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وحابب افكركم انكم تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة، وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم اشعار مني اول ما انزل فيديو، وعايزكم تقولوا لي في التعليقات رايكم في القصة، وهل اخته كان ليها سبب في حدوث الجريمة دي ولا لا. ودي كانت قضية النهاردة. من طفل كان عايش حياة طبيعية جدا لمراهق بيحلم ان يكون يوتيوبر، لحد ما وصل بيه الحلم ان يموت نفسه ويموت كل اللي حواليه. قصتنا النهاردة عن اليوتيوبر القاتل راندي ستير. الشاب اللي معانا في قصة النهاردة واللي قلنا اسمه من شوية راندي ستير، اتولد في سنة 1992 في الولايات المتحدة الامريكية، والمشكلة الكبيرة ان اتولد لعيلة طبيعية جدا، لأب وام ما بيعملوش اي مشاكل، يعني الطفل ما كانوش بيعنفوه بالكلام او يضربوه، ولكن الكلام ده كله ما حصلش، وده اللي يخليك تستغرب هو ليه لما كبر بقى يعمل كده. لما كان طفل كان بيحب يقرا الكوميكس ومجلات الاطفال ويتفرج على كرتون زيه زي اي طفل عادي، ولما كبر شوية وبقى في فترة المراهقة بدأ يتابع يوتيوبرز كتير، واللي حب ان يكون مشهور ويكون عنده قناة على اليوتيوب زيهم. في بدايته كان بينشر فيديوهات كتيرة عن الألعاب والجيمينج، ولكن من غير ما يظهر بوشه، ولكن بعد سنتين لما لقى القناة بتاعته بدأت تكبر حب يظهر للمتابعين في الفيديوهات، وبدأ يعمل فيديوهات عن حياته اليومية، وفي مرة وصل فيديو عنده 11,000 مشاهدة، والرقم ده كان كبير جدا لفيديو على اليوتيوب في الوقت ده، والكلام ده كان سنة 2008، يعني بعد ما اليوتيوب اتعمل بثلاث سنين، يعني كانت لسه المنصة جديدة وما كانش حد بيتابعها زي دلوقتي. الغريب بقى ان كل اللي كان بيشوف الفيديوهات بتاعته كان بيلاحظ التغير الغريب اللي بيحصل في حياته، وازاي ان في بداية فيديوهاته على اليوتيوب كان شاب بريء جدا وطيب، وان مع الوقت وفي ايامه الاخيرة على اليوتيوب اتغيرت فيه حاجات كتيرة، وانه كان بيظهر بهيئة مجرم وكان عايز يعمل جريمة، وان كل كلامه ان كان عايز يعرف الناس هيحصل لها ايه بعد ما تموت، وليه الناس تفضل عايشة بعد 30 سنة، وده اللي كان دايما بيقوله في فيديوهاته الاخيرة. انتوا كمان متخيلين ان كان شغال في صناعة الافلام الكرتون، وابطال الفيلم الكرتون كانت هو وبنت اسمها امبير، وامبير دي كانت شخصية مش حقيقية، واللي هي اساسا كانت ميتة في الفيلم، ولكن كان عندها القدرة على ان هي تتخاطب مع الناس اللي عايشة، وكانت بتتمثل في هيئة شبح. راندي كان مهووس بالفكرة دي، لان من صغره كان مفكر ان الناس لما بتموت بتتحول لاشباح وبتقدر تظهر لباقي الناس، وده اللي بنى الشخصية والافكار دي في راسه. اول تجربة موت مرت على راندي كانت وفاة جده، ولما مات جده اتأثر لفترة كبيرة جدا وكان زعلان، وبعد سنة او سنتين اتوفى برضه صديق اخوه، واللي خلاه يزعل عليه جدا مع ان ما كانش قريب منه ولا حاجة، ولكن عشان هو مهووس بالموت فاي حد من الناس اللي حواليه كانت بتموت كان بيتأثر بيهم جدا، واللي كان فاكر ان خلاص جده وصديق اخوه اللي ماتوا اتحولوا لاشباح ودلوقتي هم حوالينا في كل مكان. وبعدها بكام شهر بيتوفى صديق راندي المقرب، وده كان اكتر واحد قريب منه، وده اللي خلاه يخاف جدا ويقول ان خلاص الموت بقى قريب منه. وتمر الايام والسنين وراندي يخلص الجامعة، ولكن ما كانش عارف يروح فين او يشتغل ايه، لانه ما كانش بيحب التخصص بتاعه في الكلية، وابوه في الوقت ده كان مدير لسوبر ماركت كبير، واللي زي ما بنقول اتوسط له وشغله معاه في نفس المكان. راندي في الوقت ده بدأ يكون مش طبيعي، وبقى خلاص مهووس بالموت، وكل تفكيره ازاي الحياة هتكون بعد الموت. وفي نهاية ايامه على اليوتيوب عمل 18 فيديو يتكلم فيهم بس ان عايز نفسه، وانه عنده مشكلة في تحديد جنسه، يعني هو كان شايف ان هو اساسا بنت ولكن عايش جوه جسم راجل، ولما يموت ويتحول لشبح هيقدر يتخلص من جسم الراجل اللي هو عايش جواه ويبقى شبح ولكن انثى، ويعيش بقية حياته شبح ولكن بنت. وكان مهووس بالموضوع ده لدرجة ان كان بيستنى عيلته تخرج من البيت علشان يروح ويلبس ملابس امه، وكان على طول بيشتري لنفسه فساتين، ووصل ان كان بيسرق من امه الملابس الداخلية، وكان بيلبسها كمان وهو في الشغل، ولكن طبعا ما كانش حد بيشوفها لانها ملابس داخلية تحت الهدوم. وفي مرة كتب رسالة طويلة لعيلته بيعتذر فيها انه بنت مش راجل، وكان بيحط كل حاجاته في الحمام، وكانت كلها حاجات بنات زي المكياج وحاجات تانية كتير. المصيبة بقى ان مفيش حد من اهله اهتم بالموضوع او حتى فكروا ان يتكلموا معاه، وما عملوش اي حاجة خالص، وكان واضح ان محتاج يلفت نظر الناس اللي حواليه علشان يعني يسألوه مالك ويعرفوا هو بيفكر في ايه.
خصوصا بعد وفاة صديقه المقرب، ما بقاش فيه اي حد يتكلم معاه زي زمان، ولكن عشان هو مريض كان بيعمل الحركات دي وهو قاصد عشان يشوف رد فعل الناس اللي حواليه، لدرجة ان ايام المدرسة كانوا بيطلبوا منهم ان يعملوا قصص ويتكلموا عن نفسهم، وكانت دايما كل قصصه بتكون فيها الشخصية الرئيسية بتموت في نهاية القصة بطريقة بشعة، وكان شايف ان لما يكتب قصص كتيرة بالطريقة دي المدرس ممكن يمسكه ويسأله هو ليه بيكتب كده، ويحاول يعرف منه لو في حاجة حصلت في حياته، ولكن برضو المدرس ولا اهتم وممكن يكون ما خدش باله اصلا. المشكلة ان كل العلامات بتدل على واحد هيكون مجرم كبير، ولكن محدش فكر ان يقرب منه ويسأله. وراندي كان مقرر ان اليوم اللي هينزل فيه فيلمه الكرتون الجديد هو نفس اليوم اللي هيموت فيه، وراح اشترى بندقية كبيرة او اللي بنقول عليها هنا في مصر بندقية خرطوش علشان يعرف ينفذ بيها هدفه. وقبل ما يبدأ في تنفيذ الجريمة كان واضح عليه وكان قايل لكل الناس اللي حواليه، وكان بيقول انه هيخلص على نفسه ويخلص على اي حد يقف قدامه. ولك ان تتخيل ان كان بيكتب في ورق صغير او مذكرات ان عايز يقتل وانه مهووس بالموت، وكان بيحطهم في كل مكان في البيت، واللي كان عايز اهله يشوفوا الورق ده علشان يتكلموا معاه، ولكن طبعا كالعاده محدش عمل اي حاجه خالص وكانوا متجاهلين الموضوع تماما، لدرجه ان هم كانوا بيلموا الورق ده من كل مكان ويرموه في الزباله. وده لو مش مرعب بما فيه الكفايه، فالرعب كله جاي في الفيديو قبل الاخير اللي عمله على قناته على اليوتيوب، واللي كان مصور نفسه وهو في حديقه منزله ومعاه عمله معدنيه بيلعب بيها، وبيقول ان هي لو بقيت ملك هخلص على عيلتي كلها، ولو بقيت كتابة يبقى هخلص على اصدقائي اللي في السوبر ماركت. وكان متفق مع نفسه ان يرمي العملة المعدنية 3 مرات، واللي من خلالها يقدر يحدد اذا كانت ملك ولا كتابة لو اتكررت معاه اكتر من مرة، والعملة دايما كانت بتيجي على الكتابة، وده معناه ان هيخلص على كل اصدقائه اللي في السوبر ماركت. وبعدها صور نفسه، وده كان الفيديو الاخير ليه على قناة اليوتيوب قبل الجريمة. كان بيصور نفسه وهو ماشي في السوبر ماركت ومفيش اي حد خالص، وكان بيتمشى في المكان وفاتح الكاميرا وبيصور، والفيديو كان مرعب حرفيا، كأن شخص بيصور مكان الجريمة، وكان مجهز في نفس الوقت ان ينزل الفيلم الكرتون بتاعه، واللي قلنا من شوية ان ابطال الفيلم كانت هو وصديقته الشبح. والقصة كانت عبارة عن ان هم بيدخلوا مدرسة ثانوي وبيخلصوا على كل الطلاب اللي فيها. المهم ان السوبر ماركت فضل شغال لحد الليل، وفي الوقت ده كان موجود فيه 4 موظفين بس، فيكتوريا ودي عمرها 25 سنة، وبراين وده عمره 47، وتيري وده كان عمره 63، وكريستينا ودي كانت عمرها 25 سنة. كريستين وفيكتوريا كانوا شغالين في نفس الممر، وكانت وظيفتهم انهم يرتبوا المنتجات على كل رف. في الوقت ده بدأ راندي في تنفيذ جريمته، وراح عند كل باب من السوبر ماركت وقفل الباب كويس، وحط حاجات تقيلة ورا كل باب علشان يضمن ان محدش يعرف يخرج بسهولة او حد يعرف يدخل. في الوقت ده فيكتوريا كانت في اول الممر وكريستين في نهاية الممر، وفجأة سمعت كريستين صوت ضرب نار، وبتبص وراها لقت راندي ماسك البندقية وصديقتها فيكتوريا مرمية على الأرض وبتطلع آخر نفس ليها. كريستين وراندي فضلوا يبصوا لبعض لمدة 4 ثواني، ولكن راندي خد بعضه ولف وراح الممر التاني، وكان هناك موجود تيري واللي قلنا عمره 63 سنة، وضرب عليه نار على طول وما استناش. كريستين بتحكي وبتقول ازاي وبقدرة قادر لقت نفسها بتشيل الحاجات التقيلة عند كل باب وبتهرب بسرعة، لحد ما لقت نفسها في مكان كله زرع واشجار استخبت فيه، واتصلت بسرعة بالشرطة وحكت لهم كل اللي حصل. ولكن بعد ما وصلت الشرطة للسوبر ماركت كان خلاص مفيش اي امل، ودخلت الشرطة السوبر ماركت ولقت ان راندي ضارب فيكتوريا 2 طلقة في صدرها، وكان ضارب على تيري 2 طلقة ولكن من ظهره، علشان لما راندي راح الممر التاني تيري كان سمع صوت ضرب النار وحاول يهرب. ولما وصل للشخص الرابع وهو براين، وده كان مدير السوبر ماركت في الفترة الليلية، واللي راندي كان بيكرهه جدا لدرجة ان هم لقوه واخد 5 طلقات في اماكن مختلفة في جسمه، لحد ما وصلوا لراندي ولقوه ضارب نفسه وكان موجه البندقية ناحية راسه وضرب نفسه ومات في نفس اللحظة. يعني ما اكتفاش ان هو يموت نفسه لوحده، لا كان حابب ان يموت ويموت الناس اللي حواليه. الجريمة دي حصلت سنة 2017، ومن الوقت ده كريستين كانت رافضة تعمل اي لقاء صحفي وتحكي تفاصيل الجريمة لانها كانت متدمرة نفسيا من اللي حصل، لحد ما جت سنة 2022 وطلعت تحكي وتتكلم وبتشكر ربنا ان هي لسه عايشة، وما لقتش سبب واحد يقول ليه راندي ما يخلصش عليها زي باقي اللي كانوا موجودين في السوبر ماركت، وانه من غير سبب سابها تمشي من قدامه، ممكن عشان تكون عملت ليه حاجة في يوم من الايام كويسة،
محدش يعرف، وكانت مصدومة جدا من الجريمة اللي حصلت في السوبر ماركت، وان ازاي امريكا بتسمح لاي حد مراهق ان يشتري اسلحة من اي مكان وان يعمل بيها مصايب ويخلص على اي حد زي كده. ليكن انتوا تتخيلوا ان من بداية سنة 2024 100 حالة 100 ضرب نار حصل في مدارس مختلفة في امريكا، ولكن باقي الاسلحة طلعت حاجة عادية لانه بيجيب فلوس لاي حد بيبيعها. لو راندي كانوا لاحظوا عليه من الاول، سواء تصرفاته في البيت او الفيديوهات اللي كان بينزلها على اليوتيوب، كان ممكن ان يتعالج عند دكتور نفسي ويتغير، ولكن علشان كان مريض وعايش في وهم الموت كان مستحيل ان يعالج نفسه بنفسه. قصة النهاردة قصة غريبة جدا ومشوقة، قصة بنت اسمها اسماء اتعرضت للغدر والخيانة من اقرب اصدقاء ليها. اسماء كان عندها 23 سنة وكانت عايشة في احد الدول العربية، وكانت عايشة في عيلة متوسطة الحال زي ما بنقول، اللي جاي على قد اللي رايح. بعد ما اسماء خلصت الثانوية العامة قررت انها تدرس الحقوق لانها كان نفسها من وهي صغيرة ان هي تكون محامية كبيرة. بدأت اول سنة دراسية في الجامعة وبدأت اسماء في مذاكرتها، وتعرفت على اصدقاء كتيرة في الجامعة واللي بقوا قريبين ليها جدا، بس اكتر اتنين كانت بتثق فيهم هما نورهان وامين، واللي كانت بتثق فيهم ثقة عمياء واللي ما كانوش بيتفرقوا عن بعض خالص. حتى قبل الامتحانات كانوا متعودين انهم يقعدوا مع بعض ويذاكروا، واسماء كانت بتحس انهم زي اخواتها بالظبط وكانت بتحكي لهم كل حاجه، لحد ما وصلوا للسنه الاخيره واللي خلاص هيتخرجوا منها، وكده هم بقالهم مع بعض 4 سنين. واخر سنه كانت صعبه جدا بسبب المذاكره والمراجعات الكتير، ومن هنا بدات القصه. وكانت بتتبعت رسائل كتيره مجهوله كل يوم لاسماء، مره وهي عايشه في السكن او وهي في الجامعه، وما كانتش عارفه الرسائل دي بتجيلها منين. وفي كل مره كانت بتفتح الرسائل كانت بتلاقي رسائل حب من شخص معجب بيها، زي مثلا انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك وعايزك تكوني ليا. اسماء طبعا استغربت جدا ازاي الرسائل دي بتوصلها كل يوم، لحد ما ورت الرسائل لصاحبتها وقالت لهم شوفوا الرسائل دي مش عارفه بتجيلي منين. صحابها قالوا لها ان اكيد حد من زمايلها عايز يعمل فيها مقلب، وخصوصا ان عيد ميلادها قرب. لحد هنا اسماء سكتت وقالت ان اكيد حد فعلا بيهزر معاها وعايز يعمل فيها مقلب، لحد ما في يوم وهي خارجه هي وصاحبتها من الجامعه وكل واحده فيهم مشيت في طريق لوحدها، اتفاجئت ان في واحد بموتوسيكل مره واحده بيوقفها وبيديها بوكيه ورد، ولما سالته الورد ده لمين قال لها الورد ده ليكي وكل حاجه هتلاقيها في الرساله دي، وسابها ومشي. اسماء فتحت الورقه واللي كان مكتوب فيها اسماء انت بتاعتي وانا بتاعك ومحدش هيقدر يفرقنا عن بعض ابدا، ودي كانت نفس الرسائل اللي بتجيلها كل يوم. اسماء فضلت تضحك بعد ما قرت الكلام اللي في الورقه لانها لسه فاكره ان اكيد حد بيهزر معاها وبيعمل فيها مقلب، علشان مفيش حد غريب هيقدر يعرف العنوان بتاعها بسهوله، وكمان يعرف مواعيد الدراسه بتاعتها وامتى بتخلص علشان يستناها بعد الجامعه، فده اكيد مقلب من حد يعرفني. وبعد كام يوم ابو وام اسماء قالوا لها ان ابن خالتها جاي من بره علشان يخطبها ويتجوزها، وانها ممكن تكمل دراستها بره البلد لما تتجوزه وتسافر معاه، والمهم ان الشخص ده احنا عارفينه وقريب مننا، وفي النهاية القرار ده هيكون قرارك لوحدك. في الوقت ده اسماء كانت متلخبطة جدا ومرتبكة لان ابن خالتها عمره ما فكر ان يقول لها انه معجب بيها وعايز يتجوزها. اسماء بعد ما فكرت كتير راحت لاهلها وقالت لهم ان هي موافقة، وبدأت تجهز هي وصاحبتها للخطوبة، وأصحابها نورهان وأمين كانوا فرحانين بيها جدا وباركوا لها، ولكن أمين كان باين عليه إنه زعلان وبارك لها بطريقة باردة، وأسماء خدت بالها ولكن قالت مش مهم مفيش حاجة. ومن ساعتها وبدأت تيجي رسائل كتيرة لأسماء أكتر من الأول، لدرجة إن أسماء حاولت تتعرف على صاحب الرسائل عن طريق خطه لأنها كانت مفكرة إن هو حد من قرايبها زي ما قلنا من شوية، ولكنها معرفتش توصل لأي حاجة، وكانت الرسائل كلها بتقول ما توافقيش على الجوازة دي، أنت بتاعتي أنا بس وقريب هظهرلك ولما هتعرفي أنا مين هتفرحي قوي. أسماء بدأت تشك وقالت مستحيل يكون حد قريب مني قوي وبيكلمني بالطريقة دي ويهزر معايا كده، وأسماء من الأول كانت غلطانة إن هي ما كانتش بتقول لأهلها على الرسائل دي لأنها كانت بتعتبره هزار من حد يعرفه وكانت بتقول لصاحباتها بس. نزل ابن خالتها من السفر وحددوا الخطوبة واتخطبت أسماء، وكالعادة أسماء كانت بتتكلم مع صاحباتها وبتحكي لهم كل حاجة عن الخطوبة وكل اللي كانت بتعمله في الصيف واللي كانت بتقول لهم كل حاجة حرفيا. صاحبتها نورهان كانت فرحانة بيها جدا، ولكن امين ما كانش فرحان خالص، واللي قال لها انت ليه عايزه تتجوزي بدري انت لسه صغيره والمفروض تكملي دراستك، واللي فضل يقول لها حاجات كتيره زي كده علشان ترجع في قرارها، ولكن اسماء كانت مقرره وعجبها الخطوبه ومرتاحه جدا مع ابن خالتها. بعد يومين بالظبط بعتت لأسماء رسالة بتقول لو عايزة تعرفي أنا مين تعالي عند باب الكلية الساعة 11 وهكون مستنيك. أسماء ما فكرتش إن هي تروح أو ما تروحش لأنها كانت متأكدة 100% إن الشخص ده يعرفها لأنه كان كاتب إن هو عايز يشوفها تاني في الكلية. وفعلا أسماء راحت الكلية واتفاجأت إن الشخص اللي قدامها أكيد طبعا عرفته
هو صديقها المقرب أمين، واللي كان بيكلمها على طول إنه رافض فكرة الخطوبة. أسماء لما شافت أمين ما استغربتش ولا حاجة، وفضلت تضحك كتير، لأنها كانت عارفة من الأول إن الشخص اللي على طول بيبعت لها رسائل قريب منها جدا، وكان بيحاول يهزر معاها. أسماء كانت على طول بتعتبر إن أمين زي أخوها بالظبط. أمين فضل باصص لأسماء شوية كتير، وقال لها إن الرسائل اللي كان بيبعتها كلها حقيقية، وإنه كان عايز يعبر عن إعجابه بيها، وإنه كان عايز يصرحها من أول مرة شافها في الكلية، وإنه ما يقدرش يشوفها مع حد تاني. أسماء انصدمت من كلام أمين، وقالت له أنا ما كنتش متخيلة الكلام ده، أنا على طول بشوفك زي أخويا، والكلام ده مستحيل يحصل، أنت صاحبي وبس، وأنا عمري ما قلتلك حاجة أو وعدتك بحاجة. بعد كده أسماء سابت ومشيت وراحت لنورهان، حكت لها كل حاجة بالظبط. نورهان ما كانش ليها أي رد فعل خالص، وكأنها كانت عارفة كل حاجة، وكانت بتقول لها كلام عادي زي مثلا هو أكيد كان معجب بيكي وحاول يكلمك، وبعد فترة أنت هتنسي كل حاجة والموضوع هينتهي. الكلام ده حصل في فترة الصيف، وقبل ما يوصلوا لفترة الامتحانات النهائية. ولما وصلوا لفترة الامتحانات وبدأوا يتجمعوا مع بعض تاني، ولكن أسماء وأمين ما كانوش بيتكلموا غير على الامتحانات بس، يعني الهزار والضحك اللي كان بينهم زمان خلاص انتهى. وبعد ما خلصوا الامتحانات ونجحوا كلهم وتخرجوا، وكانوا فرحانين جدا بالتخرج، وكل واحد فيهم بدأ ان يشوف حياته، وقليل جدا لو رجعوا يتجمعوا مع بعض تاني. وبدأت أسماء تجهز للفرح بتاعها على ابن خالتها، واللي كانت لسه على تواصل مع صاحبتها نورهان، وكانت بتحكي لها كل حاجة. وبعد أيام كتيرة وخلاص فاضل على الفرح 3 أيام بس، وأسماء كانت جهزت كل حاجة وخلصت كل حاجة للفرح. نورهان صاحبتها جات لها لحد البيت وطلبت منها انهم يروحوا مشوار مهم، وانها محتاجة مساعدتها في المشوار ده جدا، وقالت لها انا عارفة ان انت مشغولة جدا بالفرح، ولكن مش هنكمل حاجة ونرجع على طول. اسماء غيرت هدومها وخرجت لمامتها وقالت لها ان هي رايحة مشوار مهم مع صاحبتها نورهان، ومش هتكمل وترجع على طول. مامتها قالت لها روحي، ولكن ما تحاوليش تتأخري. في اللحظة دي مامتها حست إحساس غريب، وكأنها تشوف بنتها لآخر مرة. مشيت أسماء مع صاحبتها وركبوا تاكسي، ونورهان قالت لها هنروح نودي أمانة لواحدة ست كبيرة ونرجع على طول. أول ما وصلوا المكان بتتفاجئ أسماء إن أمين واقف قدامها، وبصت أسماء لصاحبتها نورهان وقالت لها أنت كنت بتكذبي عليا، فين الست الكبيرة اللي إحنا جايين علشانها؟ المكان كان مهجور حرفيا، صحرا في كل مكان، مفيش قدامهم غير بحر ومفيش بني ادمين خالص. امين طلب منها ان هي تتكلم معاه، ومش هيكملوا مع بعض اكتر من 10 دقايق. وهنا بقى نورهان عملت غلطه كبيره، وان هي سابت اسماء لوحدها مع امين وركبت تاكسي ومشيت، وقالت هي اكيد بعد ما تخلص مع امين هتركب تاكسي هي كمان وترجع لبيتها. ودلوقتي بقى اسماء وامين لوحدهم في مكان مهجور. وبعد 3-4 ساعات ام اسماء كانت مشغولة عليها جدا، وفضلت ترن على تليفونها، ولكن التليفون كان مقفول، لحد ما مامتها اتصلت بنورهان صاحبة اسماء. نورهان اتفاجئت ان اسماء ما رجعتش لحد دلوقتي، وقالت لمامتها ان هما اتخانقوا مع بعض وسابتها ومشيت من بدري. وهنا طبعا نورهان كذبت عليها وما قالتلهاش الحقيقة. الساعة وصلت 12 بالليل واسماء ملهاش اي اثر، وتليفونها لسه مقفول زي ما هو. ومن هنا باباها ومامتها اضطروا ان هم يتصلوا بالشرطه، ولكن زي ما انتوا عارفين ان الشرطه ما ينفعش تتحرك غير بعد 48 ساعه من الاختفاء. وبعد 24 ساعه بتتصل الشرطه بابو وام اسماء، وقالت لهم تعالوا عايزينكم تتعرفوا على جثه علشان يعرفوا اذا كانت دي بنتهم ولا لا. طبعا والد ومامه اسماء قبل ما يروحوا دخلوا في حاله انهيار عصبي، وخاصه امها اللي اغمى عليها بمجرد ما سمعت الكلام ده في التليفون. ولما وصلوا لمكان الجريمه لقوا ان اسماء اتعرضت لثلاث طعنات في ظهرها. بعدها الشرطه استدعت نورهان، واللي كانت مصدومه لما عرفت خبر وفاه صاحبتها اسماء، واللي ما كانتش متوقعه ان النهايه دي توصل لكده. واللي بعدها نورهان حكت للشرطه كل حاجه حصلت من اول اليوم، وان هي وامين كانوا يعرفوا بعض من ايام الثانويه، واللي اتعرفوا على اسماء في اول سنه في الكليه، وبقوا اصدقاء هما الثلاثه. ونورهان قالت ان امين كان بيحب اسماء، واللي ما كانش عارف يقول لها لانه خايف يواجهها، واللي ما كانتش متوقعه ان هو في النهايه ممكن، وان كل الرسائل اللي كانت بتوصل لاسماء يا اما مر امين يحطهم في الكتب، او نورهان تاخد الرسائل دي وتحطها في الشنطه بتاعت اسماء. ودلوقتي انتوا اكيد بتسالوا هو فين امين، هرب ولا راح فين؟ ولكن الشرطه لقت ان جثته مرميه على البحر، واللي لقوه طلع على مكان عالي جدا ورمى نفسه من فوق علشان يقع من فوق على صخره كبيره تخبط في راسه ويموت في نفس اللحظه. كانت ممكن اسماء تفضل لسه عايشه وتتجوز لو ما كانتش نورهان قالت لها يلا نروح المشوار، او حتى لو ما كانتش اتعرفت على نورهان وامين في اول سنه في الكليه. ومن هنا ممكن نعرف ان الصحاب حرفيا ممكن يودوا الواحد في داهيه، وان اغلب القصص اللي بنسمع فيها عن الغدر والموت كانت بسبب الصحاب. عايزكم تقولوا لي رايكم في القصه دي وتجربتكم مع الأصدقاء بس يا سيدي، ودي كل الحكاية.